بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك موهبة تحلم بالعالمية. ولد القارئ والمنشد بهاء الدين الحايك في ريف دمشق بسوريا في 24 من فبراير لعام 2001، ونشأ في أسرة عريقة حافظة لكتاب الله وعاشقة للإنشاد الديني. في 7 من عمره أرسله والده إلى مسجد أنس بن مالك، واستقبله شيخه عبد الرحمن خندة الذي علمه القرآن بالتجويد والأحكام، وأخذ عنه إجازات فيه وفي الحديث الشريف. من هنا بدأ بهاء الدين الحايك يتوسع في العاصمة دمشق، فانتسب لفرقة المنشد جلال توتنجي والمنشد مصطفى اللمداني، واستكمل في إنشاده حتى وصل لأسطورة القراء في الشام، إلى أن من الله عليه وانتسب للمسجد الأموي أكبر معلم في دمشق، وأصبح من مؤذنيه. الله أكبر الله أكبر. في 20 من عمره حكم الإله ببعده عن وطنه الأم الشام وذهابه لأم الدنيا الكنانة مصر، ليبدأ الرحلة الكبرى والمسيرة العظمى في بلد عمالقة القراء والمبتهلين. عمل بهاء الدين الحايك في فرق إنشادية عديدة، إلى أن وجد فرقة الرضوان للشيخ عبد القادر المرعشلي فانتسب إليها كفرقته الأم في مصر. بعدها عمل على إنشاء فرقة له سماها باسم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء رضي الله عنها. أحيا المنشد بهاء الدين الحايك في مصر الأمسيات الإنشادية والسهرات الرمضانية على مسارح عدة، بجانب مشاركته في مختلف المسابقات الإنشاد الديني، لعل أبرزها مسابقة مداح الرسول.